أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله أوقاتنا بهذا النداء، بهذا الصوت الجميل الذي يرتفع الآن وسيرتفع في الأيام المقبلة بأصوات الحجيج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نداء الحجاج، هذه التلبية، هذا الصوت الواحد، هذا السمت الواحد، هذا الزي الواحد، مشهد يدل على الوحدة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم. كل عام وأنتم بخير. وفي هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الناس لنرد على هذه الشبهات التي يثيرها البعض بأن الحج عبادة وثنية. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بصاحب الفضيلة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي. وسؤال حلقة على صفحة الفيسبوك: كيف نرد على من يعتبر تقبيل الحجر الأسود تقديس للحجر؟ مولانا أهلا بفضيلتكم. أهلا وسهلا، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، صحة وعافية وجميع السادة المشاهدين. وهذا الشوق المشتعل وهذا الحنين المستعر لزيارة البيت وزيارة سيدنا صلى الله عليه وسلم والطواف والسعي، كيف ترى هذا المشهد الذي يبعث برسائل كثيرة، رسائل لكل العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ونولاه. بس مش عاوزين نبدأ الحلقة بالمشتعل والمستعر. ده الشوق كده، اشتعال، ده طبيعة الشوق. الشوق وزيادة الشوق. الله. فطبعا الإنسان عندما يرى، وده قد لا يشعر به من لم يذهب إلى الحج أو العمرة وشاهد المشاهد المناسك هناك، أصلا الذين لم يذهبوا تتشوف وتتشوق قلوبهم للذهاب إلى هذه الأماكن المباركة. والمنظر، منظر الحجيج بالإزار والرداء في الرجال، الرداء والإزار في الرجال، والسيدات بملابسهن سواء أي ألوان، بيضاء المصريين يحبوا يلبسوا الأبيض، السيدات الفضليات، هذا المنظر الجمالي بالمعادل البصري مع المعادل الصوتي في لبيك اللهم لبيك، يعني نمتثل لك بأجسادنا، نمتثل لك بألسنتنا ونطقنا، حتى إنهم من المستحب أن يكثر الإنسان من التلبية بعد الإحرام ويرفع صوته. هنا الامتثال خارجي في الشكل، في اللون، وفي اللبس، في الكلام، القول، حتى بعد ذلك يكون هناك جسر بين اللسان والمظهر وبين القلب، فالقلب يمتثل ويتشوف. لذلك الإنسان أول ما بيذهب بقى بيشوف يعني عرصات مكة، البدايات بتاعت بلدة مكة كده، هو داخل عند الحجون وعلى التنعيم ومسجد السيدة عائشة، وبعدين يخش اللي هو التنعيم يعني، ويخش وأول ما عينه تقع هنا بقى يعني تنهمر الدموع، ويشعر الإنسان حقيقة كم كان مشتاقا لهذه البقعة المباركة. وتسكب العبرات. وتسكب العبرات هناك، والأنين يزداد، ولا يعرف ذلك إلا المحبون الذين جربوا الحب وعرفوا لذة الحب عندما يقابل الحبيب حبيبه. وده في الحج بنقول أنت تقابل الله، طبعا إحنا نقابل الله في كل وقت وفي كل مكان، ولكن هناك لذة في أن تقابله حيث أمرك أن تقابله في هذا المكان، لعدة اعتبارات: لاعتبار الامتثال لأمر الله من حيث المكان والزمان، أيضا لأن هذه الأماكن المباركة وطئتها الملائكة والأنبياء من أول سيدنا آدم إلى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الواحد لما بيروح هناك عند الكعبة بيروح عند المدينة المنورة، يعني بيشعر أنه ماشي على أماكن، هذه الأماكن مشى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتخر: لعل قدمي أن تطأ مكانا قد مسه حتى ولو صار بعد ذلك الله من البلاط لروحه فيه. ذلك كان الإمام مالك رضي الله عنه مر من هنا، مر من هنا ريحه. لأن المحب يتلمس أنفاس المحبوب حبيبه، سواء في الأماكن المباركة بقى في عند الكعبة أو عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الأنفاس كانت موجودة هنا، والأنفاس حضرتك مرتبطة بالروح، والروح احنا قلنا قبل ذلك لا تموت، اللي بيموت الجسد،
والروح تخرج من الجسد فقط. فمن ثم الأنفاس إذا كانت معبرة عن الحب الحقيقي قالوا الحب لا يموت لأنه مرتبط بالروح، ومن ثم أنفاس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والملائكة المقربين، هذه الأنفاس تمتلئ في هذه أو تملأ هذا المكان في المناسك المباركة في الأراضي المقدسة. مولانا فضيلة الدكتور مجدي، وإحنا بنتكلم عن هذا الذي ذاقه الذي ذهب والذي يتشوفه الذي يتمنى أن يذهب، ما بالك في الذي يطرح شبهة ويتكلم عن شبهة وربما يريد أن يرد الذي حج، ولكن دائما نلجأ لعلمائنا يقولون إن الحجة كلها عبادة وثنية، طب أرد على دول إزاي وأفهمهم هذه الطاقة التي عدت بها من هناك، هذا النعيم الذي عدت به من هناك. ولكن بعد الاتصال التليفوني الأستاذة معي الأستاذة هدى. يا أستاذة هدى أهلا بيكي. أهلا، زي حضرتك. تفضلي يا أستاذة. أهلا وسهلا بيكي يا فندم، تفضلي. لو سمحت كنت عايزة أكلم الشيخ مجدي. تفضلي يا فندم، السؤال. معلش أنا كنت عايز أعرف، هو لما أنا أقول اللهم صل وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد 100 مرة بيعمل إيه أو إيه فضله؟ وكمان أني أحلى حاجة يعني أفضل دعاء صيغة لو ربنا وضعني في البلاء مثلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حاضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا إيه أكثر حاجة أقولها كم مرة وإمتى؟ حاضر يا أستاذة هدى. أم مصطفى أهلا بيكي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. حضرتك كنت عايزه اسال على الوديع، هو في وديعه بنكيه العائد بتاعها متغير بيعتمد على تحديد البنك المركزي لنسبه العائد. أيوة. ومش بيعتمد على المرابحه، فانا مش عارفه هو حلال ولا حرام. يبقى الوداع بشكل عام هنسال عنها فضيله الدكتور مجدي. معايا اتصال تاني. استاذ حسن، يا اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. هسأل الدكتور مجدي، والله أنا حجيت في 2012. حجيت في 2012، تقبل الله منك يا عمنا. كنت بموت شوق. تقبل الله. أيوة. كنت بموت من الشوق للحج. يا الله. حاليا عندي برود ما أعرفش ليه، عايز رشدة من الدكتور مجدي الله يخليه. طيب. حاضر، ده سؤال دلوقتي. عندي اتصال تاني. يا أستاذ سيد أهلا بيك. يا أستاذ سيد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا فندم. دلوقتي الحاجة الست بتاعتي طلعت عمرة في رمضان اللي فات. أيوة. هي طبعا لما كانت بتطلع عمرة بكده كانت بتطلع على المدينة على طول. أيوة. هي فكرها بقى إن هي إنه بدت طلعت على مكة، لما طلعت على مكة فكرها هتروح بيارة عالي الأول، هتروح يعني تعمل إحرام قبل ما تخش على مكة. فلما راحوا مكة في الفندق سابت الفندق وراحت التنعيم. أيوة. وراحت على التنعيم الأول، راحت هناك حرمت من التنعيم ورجعت تاني. أيوة. ما عملش صح زي بقية الفوج اللي معاه. يعني بقية الفوج عمل من مكة عادي. من مكة؟ من مكة منين؟ يعني ركبوا نزلوا في جدة وراحوا الفندق. يعني نزلوا في جدة وما أحرموش من جدة لحد ما راحوا مكة. أيوة. وأحرموا من مكة من جوه. هي وقعدوا في جدة ما أحرمتش من. وقعدوا في جدة قد إيه؟ قعدوا في جدة أربعة أيام. قعدوا في جدة، لا قعدوا في جدة نزلوا على طول على مكة. يعني قعدوا في جدة ونزلوا على طول على مكة. وأحرمت من التنعيم وغيرها أحرم من مكة. دي عمرة؟ يعني بدل ما تحرم معاهم مع الفوج قالت لا ده اكيد هروحوا غلطت وراحت التنعيم هي. طيب يا شاطر. طيب ذهبت الى التنعيم. طيب معايا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام احمد، اهلا بيكي. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانت بالف صحه وسلامه. ممكن اسال الدكتور سؤال؟ اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، جوزي كنا زعلنا سوا وبعدين قال لي انت طالق. بعدها رجعني وقال لي ده انا كنت متنرفز ساعتها وما كنتش اقصد الطلاق. فمره تانية قال لي لو اشتريتي لبنتك حاجه هتبقي طالق. فانا اشتريت، بس هو كان عارف يعني ان انا اشتريت لها. يعني قال لك تبقي طالق قبل ما تشتري ولا بعد ما اشتريتي؟ لا قبل ما اشتري. قال لي لو انت اشتريت لها حاجه
هتبقي طال. رحتي انت شاريه؟ لا بعدها يعني اشتريته وهو عارف، يعني صالحنا بعدها وهو عارف ان انا اشتريت. يعني هو كان موافق ان انت تشتري بعد ما حلف اكيد كده؟ بعد طيب. ما حلف كان موافق. طيب. طب مره كمان قال لي لو انت على واحد يعني لو انت سلمت عليه هتكوني طالق، لو سلمت على الشخص ده هتكوني طالق. فجت ظروف فكنا قاعدين مجموعه كده والراجل ده جه وايه ومد لي ايده، فانا ساعتها بصراحه اتلخبطت وايه وسلمت عليه. وجت قلت له، فانا قال لي انا جت قلت لجوزي يعني، فقال لي انا بقصد التهديد، انا بقصد اهددك، ما قصدتش ان انا الطلاق يعني. تمام. هو بيحب كده ولا ايه؟ بس في الاولانيه قال لي انا راجعتك وما كنتش اقصد الطلاق، اللي هو لما قال لي انت طالق. طب زوجك معاكي؟ انا كنت متنرفز ساعتها وما كنتش. الزوج معاكي يا حاج ام احمد؟ يا حاج ام احمد. نعم. ابو احمد مع حضرتك دلوقتي ولا لا؟ لا والله هو بره راح يصلي قدام. طيب. يعني يا ريت لما يرجع تعود الاتصال بينا، لان فضل الدكتور عايز يتحقق من شيء وربما يصدي لكم نصيحه دلوقتي لما نجيب على السؤال ده. الاستاذه سلوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. لو سمحت، انا زوجي وزوجي كنا من الشرقيه، محافظه الشرقيه، وعايشين طول عمرنا في اسكندريه. جه هو كان عاوز يشتري مدافن في اسكندريه قبل ما يتوفى، علشان هو المدافن بتاعتهم والمدافن بتاعته في الشرقيه. فهو كان بيبحث ويدور على انه يشتري مدافن هنا في اسكندريه عشان يبقى جنب اولاده واولاده ما يتعبوش في انه يروحوا للشرقيه وكده. بس القدر ما امهلوش ان هو يلحق يشتري، وتوفى من اسبوعين. الله يرحمه. دفن عند، برضه حققنا له يعني الامنيه، دفن عند نسايبه في اسكندريه هنا. دلوقتي احنا اشترينا بعد ما توفى يعني دلوقتي مقابر في اسكندريه هنا في المنصريه، وبقى في مكان يبقى بتاعه باسمه يعني. فبنسال في حرمانيه لو بعد فتره نستصدر تصريح من نيابه بان احنا ممكن ننقل الجثمان بتاعه الى المقابر بتاعته عشان يبقى ريحناه، بس ان هي دي حقه، لان برضو اهله في الشرقيه زعلانين ان هو اتدفن في مقابر مش بتاعته، وشايفين ان دي عيب وان ده حرام وان ده مش عملت. طب نسأل بس انا بحاسه بالذنب. نسال حضرتك زوجي، نسال حضرتك، ما دفنتوش في بلده حضرتك اللي اتدفن مكان اتدفن فيه في اسكندريه؟ وانتوا عاوزين تدفنوه برضو في المكان الجديد في اسكندريه؟ في اسكندريه برضو، بس يبقى حققنا له هدفه ان هو كان بيسعى لشراء الترب في هنا في اسكندريه، مدافن هنا، فاشترينا كده الحمد لله دلوقتي وجاري تجهيزها. طبعا هو لسه متوفي من اسبوعين، فمش انا عارفه مش هينفع نقل الجثمان دلوقتي. طيب. لكن ممكن بعد فتره يبقى في حرمانيه لو نقلنا يعني الافتاء يقول لي، بس مش ده في حلال ولا حرام ده، ان انا ممكن انقله بعد كده بحيث ان انا احطه في مدافن بتاعته هو، وبرضه عشان هو يبقى مرتاح، والاسره برضه واهله في الشرقيه برضه شايفين ان دي عيبه انه ما يدفنش في ارضه. طيب. يلموني وانا مش عارفه انا عملت صح ولا غلط، خايفه اكون عملت حاجه تبقى مزعلاه ازياء، هو ممكن يكون حاسس بكده انا مش عارفه. طيب ماشي. معايا ام عبد الرحمن. اهلا بيك يا فندم. ايوه السلام عليكم استاذ حسن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. ازيك يا دكتور مجد؟ اهلا وسهلا بحضرتك. والله يا استاذ حسن اتصلت قبل كده لان انا جوزي معوق، وبعدين انا مش قادره اعمل اي حاجه. حاضر يا ام عبد الرحمن، واحنا في انتظار اهل الخير دايما يتصلوا بينا، واول ما بيتصلوا بنتصل بحضراتكم مباشره، او على الاقل بنديهم التليفون بتاع حضرتك وبتاع كل المتصلين. بشكرك شكرا جزيلا يا ام عبد الرحمن. ام احمد اهلا بيكي. ام احمد الو. طيب حتى تعود الاتصالات مره اخرى. يا ام احمد. ايوه ام احمد من اسكندريه. ام احمد اهلا بيكي، اتفضلي. انا اسال بالنسبه لزكاه المال. ايوه. بزكاه المال ممكن الاخ يدي اخوه من زكاه ماله مساعده للزواج؟ اخ لاخيه في الزواج لمساعده المال. نعم، مساعده لاخوه. حاضر في الزواج. عندك اي اسئله تانية يا ام احمد؟ لا لا مش بشكرك جداً. شكرا جزيلا. برجع فضل الدكتور مجدي وانا بتكلم على
العباده عن الطاعه عن الحج، وهذه الشكوك اللي البعض بيثيرها اقف عند تقبيل الحجر الاسود مثلا، يعني هل ده يعتبر يعني عباده وثنيه زي ما بيقولوا البعض المشككين؟ لا لا لا، هو مش عباده وثنيه. انا بس عاوز اقول لحضرتك المشكك لم يذهب الى هناك. ايوه عاوز نقول كده، دي قاعده من الاول. الذي يشككون ويقولون انها عباده وثنيه لم تباشر قلوبهم ووجوههم وارواحهم هذه الاماكن المباركه ويتكلمون من بعيد. اما لو خلطت، شوف حضرتك ممكن نتكلم برضو بيرم التونسي لما راح حج وعمل القصيده اللي هي القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، وقال مكه وفيها جبال النور طلع على البيت المعمور، وبيتكلم كلام كله توحيد وتصوف، وبيتكلم كلام كله رقه وتصوف زي ما حضرتك بتقول، وكله تربيه وسلوك وكله عباده محض لله عز وجل. ليه؟ عشان خاطر لما راح وذاقه. ايوه بس هو ترجم، عشان شاعر راح بترجم هذا لهذا المعنى الجميل اللي في قصيدته دي. بنقول بقى اللي ما راحش وبيتكلم من الخارج ان هو وثنيه من بعيد، دي وثنيه وثنيه، وهو ما راحش بنقول له ليتك تذهب وتشعر بهذا الاحساس حتى لا تتكلم عن وثنيات وانت لم تشعر بعباده الله عز وجل. الحاجه الثانيه، احنا بنقول الحجر الاسعد نحن لا نفعل شيئا في اي مكان او زمان الا امتثالا لامر الله عز وجل. لما بنروح نزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعني شرع لنا هذا. لما نروح نزور الكعبة المشرفة من حجارة واحنا عارفين اهو ليه احنا بنروحش للكعبة، المسلمون موحدون لا يعبدون الا رب العالمين، فاحنا بنروحش للكعبة زيك. احنا قلنا قاعدة 100 مرة، قلنا نعبد ربنا عندها لا لها، لا نعبدها هي وانما نعبد رب العالمين. يبقى انا عاوزكم تحفظوا كده، عندها لا لها، يبقى خلاص، يبقى عند الكعبه من حيث المكان وليس للكعبه. لذلك في الحجر الاسعد الجميل ده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الحجر الاسود كان ابيض مثل الثلج ولكن اسود من ذنوب العباد، اسود حتى الحجر اسود من ذنوب العباد، ولكن هو من الجنه. سيدنا بقى نزل من الجنه هذا الحجر. يجي واحد يسال يقول نزل من الجنه ازاي؟ نقول له ابحث انت بقى في الحفريات وشوف نزل ازاي. لو وصلت الى هذا بشيء كويس، وده دعوه للعلم على فكره في الجيولوجيا وغيره، شوف الامور دي حصلت ازاي. طبيعه الحجر، هل زي الحجاره اللي موجوده على الارض ولا لا؟ هم عملوا يعني كده حضرتك، وعملوا باشعه اكس وغيرها وغيرها، لقوا ان طبيعه هذا الحجر غير موجوده على الارض، وعملوا كده كل حاجه. فاحنا بنقبل هذا الحجر امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله ان هو قبله. بيجي عند الناس يقول لك سيدنا عمر قبله وقال والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله سيقبله كما قبلته. جميل، بس بيتكلم عن ايه بقى سيدنا عمر؟ بيتكلم عن مجرد الحجر نحن لا نقبله لذاته ولكن نقبله للنسبة التي فيه. يعني ايه النسبة؟ هو الحجر ده منين؟ قال لك من الجنة. وفي حديث بيقول ايه؟ ان الحجر الاسود يمين الله في ارضه. خلاص؟ يعني كأنه هو دلالة، كأنه هو علامة رمزية، كأنه هو رمزية على وجود الله عز وجل وعلى امتثالك لأمر الله عز وجل. يبقى كأنه هو بيقول يمين الله في ارضه، يبقى سيدنا عمر بنقول بيتكلم على مجرد الحجر دون النظر الى نسبته الى الله عز وجل. يقول انا ما بقبلكش انت، ولولا اني رسول رايت رسول صلى الله عليه وسلم. احنا بنقوله بقى سيدنا النبي قبله من اجل النسبه اللي بين الحجر وبين رب العالمين، ان هو من الجنه اللي هو في جوار الرحمن ومستقر رحمه الله، ان هو يمين الله في ارضه. عشان كده سيدنا عمر يقول لا، انه يضر وينفع. ليه؟ قال ياتي الحجر الاسعد او الاسود يوم القيامه فيشهد لكل من قبله او اشار اليه، ولو من بعيد وشاور كده يشهد له بان ده جه هنا وشاور عليا. واحد يسال يقول لي هيشاور عليه ازاي؟ يعني الحجر ده هيشوف الحاجات دي كلها؟ واحنا عارفين الاشعه ماشيه ازاي، وممكن الحجر ده بيلتقط الاشعه كلها. هو مش معنى الحاجات المخترعات الحديثه بنسلم لها مباشره، والحاجات الربانيه ليه لا نسلم؟ ده الفرق بين دائره الايمان وعدم الايمان. فاحنا سيدنا علي بيتكلم عن امر تاني، ان هو يضر وينفع لانه يشهد يوم القيامه للانسان
في نفس الوقت بينظروا إلى نسبة هذا الحجر لله عز وجل. والأمر الثاني إن شافوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الحجر. يعني سيدنا عمر قال وسيدنا علي الإمام علي قال ولا يتناقضان ولا يتعارضان. سيدنا عمر لذاتية الحجر لا، أيوة خلاص، إنما لنسبة الحجر لأنه من الجنة ولأنه يمين الله في أرضي ولأن سيدنا النبي قبله، لا إحنا هنقبلك، يبقى لا لك وإنما لما فيك من نسبة لله عز وجل ونسبة للجنة وطبعا نسبة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني في دي يعني ينسحب كل هذه الإجابة تنسحب على كل التساؤلات كل المناسك وكل ما يثيره البعض. كل المناسك ينسحب عليها هذا الأمر، سواء في ميناء، سواء في عرفات، سواء في مزدلفة، سواء ان انت حضرتك تروح، لما تروح عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم طبعا انت بتسلم على حضرة سيدنا النبي لذات سيدنا النبي، وبتزيد الامر ايه انه رسول الله. انا اتمنى نقول ايه ما ننساش الاضافة رسول الله. شوف بقى النسبة لله دي خلت البتاع، ما تقول بيت الله، ما اي بيت ممكن تروح، إنما أنا أقبل هذا أو أذهب إلى هذا البيت لأنه بيت الله. أي حاجة فيها إضافة تشريف يبقى أنت تزورها أو تقبلها أو تتعامل معها بهذا الشوق من أجل نسبتها لهذه النسبة التشريفية لله عز وجل ولسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فما فيش بقى لوثنيات ولا غيره، إحنا بنروح عند الكعبة نتوجه لله، بتقرأ الفاتحة بتقول باسم الكعبة ولا بتقول بسم الله الرحمن رب الرحيم الكعبة. بس يبقى نحن نذهب لرب الكعبة وليس للكعبة. وإن كنا يتعلقوا بأسطار الكعبة يقبلوا الحجر الأسعد أو الأسود، إنما نقبله امتثالا لأمر الله عز وجل واتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اسمح لي دكتور مجدي نجيب على تساؤلات السادة المشاهدين. وأهلا بكل التساؤلات والأسئلة. الأستاذة هدى بتقول ماذا يعني أن أصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم 100 مرة؟ إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل حاجات كتير جدا. ايه اللي بيحصل؟ وده سؤال حلو صراحه، يعني جاي على المزاج وعلى الهوى كما يقولوا. لان جاي في وقته. احلى موضوع هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بمعنى بيقول لك يشرف الموضوع او الامر بشرف موضوعه او المتكلم عنه. المتكلم عنه هنا مين؟ هو سيد الكونين والثقلين، هو اشرف مخلوق صلى الله عليه وسلم. فانت بتيجي بتقول هصلي عليه 100 مرة. اولا انت بتمتثل لامر الله، وده عبوديه لله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. وبص الجمال، ما قالكش صلي عليه وسلم في وقت دون وقت او في مكان دون مكان او في حال دون حال، ابدا، في كل احوالك في كل اوقاتك في كل ازمنتك صلي وسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. يعني تصلى على حضرة سيدنا النبي. والاول نشرح للسادة المشاهدين يعني ايه تصلى على سيدنا النبي. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك. معايا بس اتصالات تليفونية. يعني الحاجة أما اهلا بيكي. ايوه اتفضلي يا حاجة أما. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا استاذ حسن اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. دكتور مجدي اهلا وسهلا، الله يصلح حالكم يابا يا رب، وانتم منورين الشاشه والله. الله يخليك يا حاج. السؤال ايه يا فندم؟ اوطي التلفزيون يا حاجه اما، اوطي التلفزيون بعد اذنك واسمعينا من التليفون. اتفضلي. ايوه يا حاجه اما. ايوه يا السؤال. انا كنا في الحج من سنه 2010 3 شهور الاولانيين جو. ايوه. وجبت وكنا احتجت فلوس، جبت الفوائد من البوست من البنك كملت الحيض. ايوه حاج. رحنا الحج بقى. يعني طول بالك عليا كده عشان برتبك كده يعني، الله يصلح حالك يا حاضر على مهلك يا حاج. فرحنا لما رحنا الحج ورحنا عرفاه. اشتغلت يعني جات لي ظروف كده واشتغلت، فقلت الوجبه والبتاع كده واحنا على عرفات، ولا كنت يعني برضه ما كنتش داركه الموضوع قوي، بس والله العظيم انا ندمانه وزعلانه قوي
اللي بالنظم دي يعني ما سمعتكم كده واللي لازم تقعدوا وتقرأوا قرآن وانا بقرأ قرآن يابا الحمد لله حفظه يعني حفظه يعني بقرأ من المصحف وحفظه آيات كده من يعني من غير المصحف كده والحمد لله وبصلي وكل حاجة يا حبيب قلبي بس فجأنا في طواف الإفاضة تعبنا ادعوا لنا ربنا يصبرنا كده وساعدنا على التعب اللي يساعدنا وصبرنا ربنا يشفيك يا حاج فالمهم فروحنا نطوف طواف الإفاضة كان وياه زملة كده بس انا رجلي وجعني وما بقدرش امشي قوي يعني وياي فجانا في فريق كنا فريق كده قامت الزحمه فرقت ناس ووقف ربنا وقعنا في اثنين واحد والست بتاعه طفنا على الكعبه يعني خمس تشواط وفضلت مسكت جزن ابصر وطبعا انا ما اعرفش لوحدي بقى ما اعرفش روحت وياهم بقى ما عدتش عرفت ولا عرفت ما طفتش بقى الا بعدين ويا الزمله كلتها طواف الوداع. والوقت بقول لك لا الوقت انا تعبانه لا هطلع تاني يابا ولا ظروفي الماليه تسمح تاني. تعرفنا اعمل ايه يابا الله يصلح حالك احسن والله العظيم انا مبطل العيط وزعلانه قوي. حاضر يا حاج امام. اللي حصل دي وخايفه لا يكون ربنا ما هو حاضر يا حاج امام. معايا ام مهاجر. مهاجر اهلا بيكي. اهلا بيك يا فندم. اتفضلي يا فندم سؤال حضرتك. سؤال الشيخ يا فندم. انا زوجي عنده مصنع ملابس وبعدين كان عندنا مكواجي احنا هو كان معتمد عليه اعتماد يعني كل جزء وكان مأمنه قوي وبعدين المكواجي ده خان الامانه واكتشفنا ان هو بيسرق فاحنا جينا نجرد لقينا المبلغ الشغل ناقص مبلغ كبير يعني احنا مش عارفين المبلغ كام هو الفلوس فيه عملاء عندهم فلوس وفلوس شغل وفلوس قماش وفلوس فالمهم ان احنا جينا عيدنا الكاميرات لقينا الكاميرات بتسجل 15 يوم بس فاكتشفنا ال 15 يوم دول كل يوم يسرق فيهم كيس كيسين يعدي يفتح العبايه ويعدي فيها شغل مش اكياس معينه الكيس معروف مثلا اللي هو 5 ازازات لا ده كان يفتح العبايه ويعدي فيها شغل ويربطه وحد يجي ياخده او توك توك يجي ياخده واحنا كنا مأمنينه جدا جدا كان يعني كان زوجي دايما يقول ده دراع اليمين يأمنه في شغلي يأمنه في فلوس يحاسب العميل ويطلع الفلوس فاحنا المهم ان احنا طبعا طردناه وهو له جمعيه عندنا الجمعيه دي مثلا بحوالي 60,000 جنيه احنا مش عارفين هل المبلغ اللي خده كان بيتعبى شغل في البؤج احنا مش عارفين عايز الشغل قد ايه وما 15 يوم الكاميرات بتسجل قبل كده كانت بتمسح كل 15 يوم تمسح فاحنا مش عارفين العدد جوز زوجي قال لي هو مش واخد الجمعيه دي فانا انا مش عارفه طب انا طب يمكن هو خد اقل او خد اكتر طب انا اخد جمعيه ولا ما اخدهاش طب انا طب احنا ممكن يعني احنا لو مش مشكله يبقى لينا احسن ما يكون علينا زوجي قال لي لا هو خان امانه وانا كنت مامنه وهو لازم ياخدهاش فانا مش عارفه يا شيخ يعني الجمعيه حاضر يا مهاجر انا حقي ولا مش حقي طب لو هو خد اقل من 50 من 60,000 دول او المبلغ بتاع الجمعيه طب لو خد اكتر طب انا محتاره الجمعيه دي ممكن يكون فلوس منها حرام تخش عليا ولا انا فعلا ادبا له ان هو خان الامانه ان انا اخد اي مبلغ له عندي فانا مش عارفه يا ريت تفيدوني حاضر يا مهاجر بشكرك الله كل خير استاذ ياسر اهلا بيك استاذ ياسر الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا بيكم استاذ حسن ومرحب بسيدنا الدكتور فضيله الدكتور مجدي عاشور نقول له منور الشاشه وحشنا والله الله يسلمك اتفضل كل سنه وانت طيب يا سيدنا الدكتور والله عندي سؤالين بعد اذن فضيلتك يعني اتفضل الله يخليك يا سيدنا السؤال الاول بالنسبه في الاضحيه مع حكم الاضحيه يعني لو اصابها عيب بعد ما تعينت يعني يعني احنا مثلا جينا في بين الاغنام او يعني البقر او كده قلنا دي اضحيه وتعلمت وخلاص حددناها اضحيه فجيت مثلا النهارده او امبارح او بكره بيحصل يعني ياما ففي حيوان بينطح حيوان بيجي يكسر جرمه فمن نقعد نعالجه فيه كده نحط له شويه حاجات كده بيصحى ويختم ينشف يبقى تمام وكده وممكن يفضل الالم موجود يعني في اليومين اللي فاضلين دول على العيد يعني أيوة. هل العيب ده يعني يؤثر على صحه الاضحيه بعد ما نعينها يعني اذا كان في عرج او في كده يعني ده السؤال الاول يعني. السؤال الثاني ايه السؤال الثاني في بعض الناس يعني بتبقى ظروفها يعني ما بتسمحش يشتري خروف او يجيب بقرة او كده فبيخش شريك في بقرة هم اولا ما بيزيدوش عن 7 بيبقوا 4 وساعات يبقوا 5 ويبقوا 3 بيجوا جماعة مثلا بيخشوا 2 في ربع
ناس كتيرة بتسأل في الموضوع ده يا سيدنا الدكتور، وفي بعض الناس بيقولوا الأضحية تبقى باطلة وكده يعني. يعني هل يعني حضرتك يعني الرأي اتنين في ربع الدبيحة؟ اتنين في ربع الدبيحة في اللي هو لمرضى البقرة أو الجاموسة أو كده. طيب حاضر. في الربع كأنها على ثمانية، بس هما في الحقيقة أقل من ثمانية، المشتركين ببو خمسة مثلا أو ببو ثلاثة، واحد بياخد النص مثلا، واحد بياخد الربع، وفي اتنين بيخش في ربع وهكذا يعني. حاضر يا أستاذ ياسر، حاضر، بشكرك شكرا جزيلا. نرجع على صلاة، طيب نطلع على الفاصل ونرجع ونقف عند صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما المردود الحقيقي والرائع على الصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم. خليكم معنا. اهلا بيكم مولانا الدكتور مجدي عاشور. نرجع وسؤال الاستاذه هدى على صيغ الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فاحنا قلنا الاول امتثال لامر الله، صلاه على سيدنا النبي بتحاول تتشبه على قدر مخلوقيتك بالله عز وجل، لان هو بدا ان الله وملائكته يصلون على النبي، يعني ربنا والملأ الاعلى بيصلوا على حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومفيش زمان ولا مكان. فبيقول صلوا يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، امتثالا وتشبها بفعل الله عز وجل على قدر خلقته. تاني حاجة ان سيدنا بيقال كده، اللي هيصلي عليا مرة ربنا هيصلي على عشر. طب شوف انت صلاتك عاملة ازاي، شوف صلاة ربنا هتبقى عليك ايه. انت ما بتقول اللهم صل على سيدنا محمد دي امتثال فقط، بيبقى ثناء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الله مدح أيضا وذكر وثناء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وترقيات وزيادة أنوار لسيدنا النبي من الله عز وجل. أنت بتعمل كده مرة ربنا بيرد لك دي عشر مرات، لما يكون مية هيردها لك ألف. بعض الروايات بتقول ومن ذكره أو صلى عليه ألف مرة حرم جسده على النار. الرواية ضعيفة، وإن كان إحنا عاوزين نقول أحلى حاجة ان انت بتاخدها من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحاجات الجميلة دي كلها، ان انت حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في قلبك، لان المحب يكثر من ذكر محبوبه، انا بحبه يكثر من ذكره. فلما تعمل كده خلاص، ولو حبيت سيدنا النبي خلاص يبقى سيدنا النبي حبك وربنا سبحانه وتعالى حبك نفس الشيء. الصيغ اللي قلبك ارتاح لها في خارج الصلاة، في الصلاة معروف الصيغة، في خارج الصلاة بتاعت الصلاة ينفع اللي هي نص التشهد الأخراني، أي صيغة صلاة وسمع، حتى لو قلت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، خلاص أنا بحب أقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المحبوب الذي عنده المطلوب صلاة ما انتهت إلا بدأت، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنما كل واحد يقول اللي قلبه يرتاح لها، جربي كل الصيغ واللي ما يرتاح إليه قلبك فاعملي به. طب وصيغ الأخرى لا حول ولا قوة إلا العظيم، هذه الأذكار هي بتقول الأذكار، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، نستغفر، اعملي كل ده كله ذكر لله. الصلاة على سيدنا النبي ذكر لله، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر لله. اوعى تقول الصلاة على سيدنا النبي ذكر لله أبدا، ده أنت بتذكر لله بتذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي قلبك يرتاح له في الذكر اعملي. نعم. هنروح للسؤال أم مصطفى حول الودائع، وتقول في وديعة متغيرة وفي وديعة، يعني الودائع بشكل عام بقى يا مولانا نتعامل معها ازاي؟ احنا الودائع بشكل عام متغيرة او ثابتة هي جائزة. احنا عاوزين نعرف الناس بس عشان الافكار المتطرفة التي حرمت الارباح في البنوك سواء في الودائع او شهادة الاستثمار او في اي اوعية اخرى تحرمها، فاحنا بنقول متغيرة او ثابتة هي حلال لا شيء فيها. فأنا بقول لحضرتك التغير ده يخضع لنظام البنك نفسه، بنك تاني بيعملها ثابتة، والاتنين تحت سقف وتحت مظلة البنك المركزي المصري أو البنك المركزي في أي دولة من الدول، فهو هي جائزة لا شيء فيها. طيب فضيلة الدكتور مجدي، دلوقتي الحاجة كانت بتروح المدينة في الأول وبعدين يروحوا مكة، المرة دي راحوا مكة على طول.
اه بتقول راحت مكه على طول، وانا استغربت. هي بتقول هي وعمل وراحت التنعيم، يعني بعد ما راحوا الاوتيل في مكه سابت الفوق كله وراحت التنعيم. طب ودول حرموا منين؟ ده مين ده؟ ده الاستاذ السيد. انا بس حضرتك في يمكن سؤال بيقول عايز البروق. اه الحج سنه 2012. طيب خلينا، طب اللي راح 2012 وكان يعني حابب قوي يكون هناك، دلوقتي بيقول اشعر ببرود، اعمل ايه؟ اللي يشعر ببرود يشوف الحجاج وهم رايحين. هو بيقول انا حجيت في 2012 وكان يعني ايه، يعني حاسس باشتياق رهيب وحاجه جميله قوي والشوق كان واخده، دلوقتي حاسس ببرود ما عندوش الشوق ده. يمكن انت عشان ما عندكش المكنه الاستطاعه الماديه او الجسديه. فبقول لحضرتك تزود ده ازاي؟ نزود ده حضرتك بان احنا نشوف الحجاج وهم رايحين، نشوف منظر الكعبه اللي انت شفتها، استرجع اللحظات والاوقات الطيبه اللي كنت فيها هناك، هتلاقي نفسك مشتاق لهذا. وده بيجي ايضا الاشتياق ياتي بكثره ذكر الله عز وجل، والصلاه والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معايا اتصال تليفوني. الو. طيب حتى تعود الاتصالات مره اخرى. طيب دلوقتي الحاجه اللي كانت بتطلع كل سنه وبتروح من المدينه وبعدين المدينه بيروحوا مكه، طب دلوقتي طلعوا على مكه مره واحده على عكس العاده. انا مش فاهم، هم طلعوا على مكه مره واحده يعني نزلوا في جده؟ يعني احنا بنقول الناس اللي هم بيطلعوا الحجاج عارفين ان ميقات اهل مصر في رابغ، فبيبقوا في الطياره او في السفينه او في اي حاجه سواء في رابغ او بمحاذاتها، بيقولوا ان احنا يلا نبتدي، او بيحرم من قبل كده، هو في البيت وهو في الطياره في الاول، هو في المطار او في الميناء فبيحرم، انما كده خلوهم يروحوا ولحد جده، وبعد كمان ما في جده ده ما حجوش مع يعني ما احرموش من جده حتى نتكلم فيها فقهيا، انما ذهبوا الى مكه بملابسهم، يعني دخلوا مكه بملابسهم، فهذا شيء عجيب. كده بيكون الانسان عليه دم لانه تجاوز الميقات دون ان يكون محرما بحج او بعمره ودون ان يلبس ملابس الاحرام، فهنا عليه دم طالما ان هو راح. وانا سالت وقعد في جده قد ايه؟ قالت ما عادش، ده دخل مكه على طول. حتى نفتي حتى ببعض المذاهب اللي هي قد تكون غير قويه، ولكن خروجا من هذا الخلاف كله فعليه دم. نعم. طيب دلوقتي ام احمد قلت فضيلتك قلت لها لازم نسال ابو احمد على بعض التفاصيل في الطلاق. انا بقول لام احمد بس يعني بهديها الاول وبقولها هو يظهر ابو احمد بيحبك زي اللزوم فعمال يحلف بالطلاق. ليه بيحبك؟ عشان بيهددك. فتهديد كتير، فده من كثرة الحب منه لحضرتك. فاحنا عاوزين اللي انت قلتيه كله جميل، وممكن انت زوجته ومفيش اي حاجة وخليكي كده، بس عاوزين هو اللي يكلمنا سواء هنا او في دار الافتاء المصرية على 107 او على 0900-77-107 في دار الافتاء، هنرد عليه ونسمع منه عشان نسمع منه هو والنية التهديد ولا مش التهديد، وان شاء الله الامر بسيط. ربنا يبارك فيك. الاستاذ سلوى رحم الله زوجها دلوقتي هو مدفون عند اهلها في اسكندريه واهله عايزين يدفنوه، فهم عملوا مقبره دلوقتي في اسكندريه ليه؟ طيب احنا انا سالتها المقبره في لان لا يجوز نقل ميت من قبر الى قبر الا باحد امور، اولها ان يكون القبر ده مش بتاعه واتضح ان هو مش بتاعه القبر ده فدفن فيه خطا، فنقول ان احنا اهل القبر مش موافقين فنخرجه من هذا القبر الى مكان دفنه في قبره هو او قبر اوليائه. تاني حاجة ان يكون في مشكلة في القبر نفسه من حيث ان هيتهدم، في مية بتطفح او شيء، بننقل الميت لاحتراما للميت. ممكن بعض العلماء قال ممكن ننقل ميتا من مكان بعيد الى مكان قريب للابناء حتى يزوروا ابائهم وامهاتهم، وده قول مش قوي بس ممكن نعمل بيه، بس لما يكون في مكان بعيد. انما انا سالت قالت لي في اسكندريه وفي اسكندريه. طيب الاولانيين وافقوا ان هو يدفن عندهم، وما تدري نفس باي ارض تموت. يبقى احنا هنا هو مكتوب له ان هو يدفن هنا. ليه؟ لانهم هم موافقين اللي هم اسهاره اللي هم نسايبه اللي بتقولي عليهم، وهننقله في اسكندريه برضه مش مكان بعيد. فانا بقول لحضرتك الاولى الا ننقله من هذا المكان ما دام كانت هناك موافقه على دفنه عند اصهاره. نعم. طيب نروح دلوقتي لمساعده الاخ الاخيه في الزكاه، يعني يدفع له من زكاته عشان يساعده في الزواج. احنا ممكن الاولى عاوزين نعرف بس ان الزكاه جاءت انما الصدقات للفقراء والمساكين،
في الاول الاثنين دول عشان خاطر نكفيهم الحاجه بالفقر والمسكنه. فاحنا الزكاه بنخرجها يعني على وجه العموم للفقراء والمساكين، في مصارف اخرى الغارمين وغيره في سبيل الله وكده، انما بنقول الاولى ان نشبع نكفي الفقراء والمساكين. ادي حاجه. يبقى ده مش معناه نقول الزواج ما نساعدش فيه من زكاة المال، لا، ولكن بنقول لو هناك فقير محتاج للطعام او حوالي 10 محتاجين للطعام واحد هيتجوز، دول محتاجين وممكن تكون تعينت عليا، ما فيش حد غيرهم هيديهم، يبقى انا لازم اديهم عشان فقراء ومساكين، ويقدم على ان انا اساعد احدا للزواج. يبقى بنقول يجوز ان احنا نعطي للزواج، كلام جميل، ولكن الاولى ان احنا نكفي الناس الاول في الطعام، ويجوز اخراج المال لمساعده في الزواج. لاخوك ممكن يجوز لاخوك طالما انه يعني ليس واجبا عليك ان تنفق عليه، طالما ان مش واجب عليك انفاق عليه يبقى يجوز ان تخرج له زكاه مالك. نيجي الحاجه اما بقى. الحاجه اما يعني ربنا يبارك لها سنه 2010 بتقول انا رحت عرفات ومش عارف عملت ايه، انا عاوزك من اللي انت حاجات اللي حصلت يا حاجه اما استغفر الله كثيرا عشان اللي حصل في عرفات بقى واللي حصل في مزدلفه وفي منى. نيجي للطواف. عندنا حلين. الحل الاولاني ان حضرتك عليكي دم على راي الساده الاحناف عشان خاطر طفتي خمسه وما كملتيش الاثنين التانيين، يبقى علينا دم تعملي صق كده يروح هناك ب 500 ريال. وده الاولى خروجا من الخلاف. في راي تاني يقول ان طواف الافاضه وقع طوافا للوداع. طواف الوداع وقع طوافا للافاضه. يعني الطواف الاخراني بتاع الوداع اللي عملتيه صح هو اللي يكون طواف الزياره، يحسب هو طواف الركن او الافاضه، ولا يعد طوافا للوداع لان طواف الافاضه عندك غير مكتمل. ولكن الراجح والاولى ان احنا يعني نخرج او نهدي دما. طيب مولانا ام هاجر بقى وزوجها اللي عنده مصنع ملابس والمكواجي الذي خان الامانه ده، وعندهم وفي ليه جمعيه عندهم ب60,000 جنيه، يعملوا ايه يعني ما بين الزوج اللي بيقول ما ناخد الفلوس كلها ده حتى لو كان الفلوس زياده؟ نمشي على اليقين. ما نقولش ان هو خام من الاول، مع ان طبعا يعني اشد الاساءات صحيح. واشد المعاصي هو يعني ان يخون الانسان من ائتمنه والعياذ بالله، ودي صفه سيئه. بس احنا بنقول اليقين ان الكاميرا سجلت 15 يوم، لو هم شايفين دول بيتكلفوا قد ايه بما يرضي الله ورسوله يقسموهم ال60,000 جنيه وخلاص والباقي ياخدهم. انما هناخد ادبا له، ما فيش حاجه اسمها ادبا له الا عند القاضي، القاضي هو اللي يقول يعني مش ادبا له، القاضي هو اللي يقول غرامه عليه القاضي، يبقى القاضي هو اللي يقول. انما لو احنا شفنا بالفعل وعنينا كده يا اما نبلغ الشرطه ونوديهم الاجهزه الكاميرات وهم اللي يقولوا ناخد قد ايه او ما ناخدش قد ايه. طيب نروح للاستاذ ياسر. الاضحيه لو صابها او اصابها شيء بعد المعاينه وخلاص عيناها دي خلاص وجبناها هنذبحها يوم العيد، اذا لم يوجد غيرها فانها قد تعينت للاضحيه فيذبحها لانها اضحيه خلاص، يبقى خارج عن ارادته هذا الامر. والاولى انه ان استطاع ان يغيرها بحيث الا تكون معيبه فيذبح غيرها اولى او يستبدلها اولى منها، يبقى ده الحل اللي عندنا. طيب بعض الناس ظروفها مش هتسمح انها تذبح ده سؤال بقرة بيجي كتير ده سؤال بيجي كتير حضرتك بيقول وده هنعمله ان شاء الله يعني في الدقائق البسيطه اللي بنعملها، ان بيقولوا اشتركوا في عجل عشان نوضح للساده المشاهدين، اشتركوا في عجل واحد هياخد نصه خلاص وفي واحد هياخد ربعه جميل وفي اتنين هيشتركوا في الربع، يجوز الاتنين يشتركوا في الربع الاضحيه؟ لا، احنا بنقول اقل شيء في العجل ان يكون لك السبع، لو اتنين اشتركوا في ربع يبقى التمن، والتمن اقل من السبع، يبقى اتنين في ربع لا يجزئ. نعم. بشكرك استاذ الدكتور مجدي عاشور. والوقت خلص. نحن على مشارف الاذان الان. بشكرك شكرا جزيلا. عفوا يعني هناك ترتيب في المواعيد، يعني بشكرك شكرا جزيلا استاذ الدكتور مجدي عاشور، ولكن سنلتقي دائما بكم على هذا الخير، الى اللقاء.